غصون غصون محمد غصون كان للأسف نتيجة التحاليل سلبية، يعني ما فيش حمل. ليش؟ أنا الكل أحس إني دايخة وأبي أرجع ولوعة شبد عندي دايما، ليش؟ ده الحمل الكاذب ودي أعراضه. إيه بس هذه ليش يعني؟ ده سن اليأس، أنتِ بدأتي مبكر لأنك ما حملتيش قبل كده. أنا بس 48، يعني أنا عمري 48 توني، يعني 48. غصون؟ هذه انتي غصون؟ غصون شلونك؟ وما؟ في شيء؟ تعالوا امي خلنا نعرفك على رفيجتي، تعالوا. غصون هذا ولدي محمد ومرته وحفيدنا. غصون وين رايحة؟ غصون غصون